استطاعت المرأة العمانية أن تواكب التسارع الحضاري والتقدم العمراني، فكان لها نصيب من الهندسة والعمارة والتصميم. تخرجت سنة 2017 من جامعة كنتاكي بالولايات المتحدة الأمريكية. تغربت ودرست لمدة 6 سنوات، وطبعاً كان لي الفخر أني أنا أحمل الشهادة، توظفت بها كمصممة داخلية. طبعاً شغفي وحبي في التصميم الداخلي، تنسيق، ديكوريشن، الإضاءات الليلية، الإضاءات مثلاً الليلية النهارية، فهذا السبب اللي خلاني أختار التصميم الداخلي. أصبحت تصاميم المرأة واحداً من حكايات العصر التي تعبر عن الروعة والدقة والجمال، فهي قادرة على الهندسة وملهمة في التصميم والعمارة، بل تنافس أمهر المعماريين. أقوم بتصميم الخرائط المعمارية والواجهات المعمارية بأنماط مختلفة، منها الأنماط الكلاسيك، المودرن، والإسلامي وغيرها، طبعاً على متطلبات العميل واختياراته، كما أني أقوم بتصميم الاستراحات والشاليهات والحدائق المنزلية بتصاميم ثلاثية وثنائية الأبعاد وبتصاميم عصرية وجديدة. دخلت هذا التخصص لأني أحب أستخدم البرامج الهندسية المختلفة وأشوف شغلي على أرض الواقع. الصعوبات اللي نواجهها أحياناً إنه يتطلب منا الحضور في موقع المشروع خارج ساعات العمل على حسب متطلبات العميل. نقضي ساعات طويلة في مكان العمل مثل هذا البوتيك، أحياناً نضطر إن إحنا نجي الفترة المسائية بحكم إن مثلاً العمال واجهوا في حاجات صعوبات، فنضطر إن إحنا نجي الفترة المسائية، منا متزوجات معاهن أطفال، فشوية الصعوبة إن إحنا أي وقت نخلي البيت ونجي نشوف العمل يعني. نفس الشيء إنه أحياناً التواصل مع العميل اللي ننفذ له العمل أو المشروع ممكن إنه يكون مكان بعيد، نضطر إن إحنا نتقابل فيس تو فيس على أساس إن إحنا نفهم منه رغباته للتنفيذ المشروع. فالمرأة العمانية أبهرت الجميع في شتى المجالات، وخطت خطوات واسعة النطاق في مجال الهندسة والتصميم والديكور، ووضعت بصمتها الجميلة في كثير من المشاريع الحكومية والخاصة التي بقيت شاهداً على مدى فكرها ووعيها وتقدمها، لتشارك بكل جدارة في مسيرة البناء والتطوير. Thank you.